معروف عن اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب إثارتهم للجدل على السوشيال ميديا، فلطالما تلقوا عدد كبير من الانتقادات اللي من بينها انتقاد زينب من بعد اتخاذها لقرار خلع الحجاب نهائيا ومواصلتها على مواقع التواصل الاجتماعي بدونه. هو مش هو السبب ان انا اقلع الحجاب خالص، هو انا اصلا ما كنتش محجبة برا الفيديوهات دي حقيقة، بس بعد كده لما الفرح بقى والخطوبة وكده فابتدت الناس يعني اللي هو انت ليه طالما انت مش الحجاب مش دلوقتي فانت مش لابسة صح فخلاص. فبعد هذا الهجوم تلقى احمد وزينب بعض الانتقادات اللي طالت فيديوهات المقالب، حيث اتهمهم المتابعين بفبركة المقالب وكل مقالبهم مجرد تمثيل. هذا غير انتقاد طريقة عيشهم وخاصة معاملتهم لابنتهم الصغيرة إلي. المنظر ده ليه حق انها تخاف؟ والله بصوا تعالي يلا. اتعرض اليوتيوبرز لهجوم مؤخرا بسبب آخر مقلب نزلوه على قناتهم على يوتيوب، اللي كان مقلب بابنتهم، حيث لونت زينب بشرتها باللون الأسود وتنكرت بباروكة شقراء. هذا اللي أثار نوبة هلع وخوف لابنتهما إيلين، واللي أثار غضب المتابعين أكثر لما بكت إيلين وهم واصلوا المقلب وهم فرحانين ويضحكوا. أنا مش شايف، بص عمالة تعيط، مش عاجبها، مش عاجبها. دخلت النيابة العامة بعد انتشار الفيديو بشكل كتير كبير، وتم اتهامهم بعدة تهم، آخرها تهمة كانت تهددهم بالسجن المؤبد، فتم احتجازهم لمدة 4 أيام لدمة التحقيق معهم. فانتشرت مجموعة من الصور لألهم من داخل النيابة اللي تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كتير كبير. فبعد التحقيق معهما تم الإفراج عنهم بكفالة مالية ومجموعة من الشروط، من بينها عدم ظهور ابنتهما مرة ثانية بفيديوهاتهم وتسليمها لجدتها. فبعد كل هالأحداث نزل أحمد حسن بحسابه على انستغرام صورة تجمعه بزوجته زينب وهي ترتدي الحجاب من بعد ما نزعته قبل سنة، واللي أثار ضجة كتير كبيرة وتداول الخبر الناشطين على الانترنت بكثرة.